انا اسمي عمر الخولي، مش عارف هل ده اختار في السكشن هنا على طول ولا لا. النهارده ان شاء الله هنشوف اللاي اوت. فكره اللاي اوت ده تكون ايه اصعب؟ ان انا دلوقتي عندي حته ارض بالمنظر اللي قدامي، ابعاد الارض بتاعتي ايه؟ هنقول مثلا ان العرض بتاع الارض بتاعتي دي، الطول بتاع الارض بتاعي كده. البي بتاعت الارض بتاعتي ممكن تبقى مثلا حوالي 40 متر، والـ L بتاعت الأرض بتاعتي ممكن توصل لحد مثلا 200 متر. طيب أنا دلوقتي لو عايز أعمل المنشأ ده، عايز أعمل مصنع هنا وعايز أعمله خرسانة. إحنا عارفين إن الخرسانة أقصى مسافة من الأعمدة ممكن تبقى حدودها قد إيه؟ 6 7 8 متر، تمام؟ 10 متر بالكتير قوي. طب لو انا عايز اعمل هنا بقى بطل خرسانه، هعمل ايه؟ هحط كل 10 متر في ال 40 متر دي عمود، وبعد كده ابدا اكرره كده. المساحه اللي جوه دي كلها بقى فيها ايه؟ بقى فيها اعمده. هل ده ينفع في مصنع؟ لا، انا عايز في المصنع بتاعي ان الاريا اللي جوه دي كلها تبقى كبير، مفيش فيها اعمده. طب عايز احط اعمده فين؟ عايز احط اعمده على السطح الخارجي بس للارض بتاعتي. طيب كنا درسنا في الاستراكشر السنه اللي فاتت ان انا عندي سيستم اسمه بورتال فريم، او الفريم اللي احنا درسناه في الاستراكشر، وعرفنا ان الاسمنات بتاعته بتكون كبيره، تمام؟ ممكن توصل لحد 30 متر مثلا. طب لو انا عايز اعمل اكتر من كده، خدنا برضه السنه اللي فاتت في الاستراكشر ان احنا عندنا سيستم تاني اسمه ايه السيستم ده؟ تراس. بالظبط كده. عندي سيستم تاني اسمه تراس، والتراس ده الاسمنت بتاعه ممكن يوصل لحد 60 متر كده. فالفكره هنا ان انا هاجي هنا في الاتجاه القصير بتاع الارض، هعمل فريم او تراس، وهبدا اقرر التراس ده كل مسافه، تمام كده؟ يبقى انا كده عندي فريم، الفريم ده فيه عمود هنا وعمود هنا، وبعد كده هاخد الفريم ده ابدا اقرره. في أي مشكلة كده؟ حد عنده مشكلة؟ الفريم ده خرسانة ولا لا؟ ستيك. الفريم ده ستيك. طيب الفريم ده عبارة عن إيه؟ قلنا عبارة عن عمودين وفي بينهم تراس. العمود بتاع التراس ده في الستيل بيبقى عبارة عن أي سيكشن. أي سيكشن بالمنظر ده. طب إحنا برضه كنا عارفين السنة اللي فاتت إن الأي دي ليها محور اسمه إكس ومحور اسمه واي. وكنا عارفين إن الأي إكس أكبر ولا أقل من أي واي؟ أكبر من أي واي. تمام، طب الأي دي بتعبر عن إيه أصلاً في القطاع؟ المومنت أوف إنيرشيا ده بيعبر عن إيه؟ مقاومة القطاع للبند أو الفليكشن، يعني القطاع ده يقدر يقاوم مومنت قد إيه؟ تمام كده؟ فيبقى أنا لما أجي عند عمود التراس ده أحط العمود في الاتجاه الرأس ده ولا أحط العمود في الاتجاه الأخر؟ حسب المومنت. طب احنا لما حلينا المنظر ده في الاستراكشر السنين اللي فاتت كان بيديني المومنت شكله عامل ازاي؟ المومنت شكله عامل كده صح؟ حليناها في السنين اللي فاتت، يبقى المومنت ده في الاتجاه ده، في الاتجاه ده، يبقى احط العمود زي اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. ليه؟ عشان يقاوم المومنت اللي جاي من المين سيستم بتاعي. يبقى دائما هو ابدا عمود المين سيستم اتجاهه فين؟ اتجاهه في نفس اتجاه المين سيستم، تمام كده؟ دايما وابدا عمود المين سيستم اتجاهه مع المين سيستم. مجمع الحته دي بس، مش مجمع الحته دي. دلوقتي الاي دي قلنا دي اي اكس واي واي، والاي اكس اكبر من اي واي، معنى كده ان القطاع ده يقدر يشيل ام اكس اكبر ما يشيل ام واي، تمام كده؟ يعني لو انا عايز اشيل القطاع ده يبقى شايله مومنت في اتجاه محور اكس، لف حوالين محور اكس، تمام؟ فيبقى هنا المومنت اللي جاي لي شكله عامل ازاي على التراس على الفريم؟ في الاتجاه ده، يبقى احط العمود ازاي؟ احطه في الاتجاه ده، ما احطوش في الاتجاه العمودي عشان يقدر يشيل المومنت اللي جاي لي الفريم، تمام كده؟ طيب يعني انا هاجي كده في الليل قوي، هاجي كده هنا ارسم Thank you.
ليها الليمت ده برضه يعني مش فاهم ليه علاقته باللي انا قلت لك السكشن مكان واي كده واي مكان ايه اللي يفرق لو انت قلت مثلا اشرب واي ستريكت كده لو انت حطيته كده المهم انت هيجي للواي ده في الاتجاه ده مش هتقدر تشيله لان ده الاتجاه ضعيف لما تيجي تقسم اه يعني هو المهم كده كده في الاتجاه هيحول الاتجاه اكتر بالظبط انت عندك معادله الاستريس كانت بتقول نورمال على الاريا زائد لم في واي على واي دي المعادله دي فلو انا دلوقتي حطيت الواي ضعيفه مع الموم الكبير الاستريس هيزيد كده لكن انا احط الانيشن كبيره مع الموم عشان يقدر يجيب الاستريس كده طيب لما اجي اقرر الفريمات دي اقررها مثالي لا امال ايه اقرر الفريمات بحيث ان المسافه بين الفريمات تبقى من 5 ل 8 متر بس خدها 5 6 7 8 اي رقم ممكن تبقى 5 فولت دي 5 ونص اي رقم يكون اكبر من 5 واقل من 8 تمام كده في مشكله لحد دلوقتي يا باشمهندس واحنا شغالين في الدور دي عشان كده مادي المومنت اللي جاي في اتجاه الوول صح كده؟ اه لحد دلوقتي احنا شغالين في الدنيا بتاعت الفريم بس يبقى كده احنا قلنا ايه؟ قلنا حاجتين لحد دلوقتي قلنا الفريم هيتكرر من 5 ل 8 وعمود الفريم يبقى في اتجاه المين سيستم بتاعه تمام؟ طيب دلوقتي بقى عايز ارسم الاليفيشن بتاع التوس ده انا دلوقتي دي الرسمه بتاعت الدلال عايز ارسم الاليفيشن ايه اللي يبان في الاليفيشن؟ عندي عمود في اليمين وعندي عمود في الشمال تمام كده؟ المسافه بين العمودين قد ايه؟ 45 متر البي اللي هي الانسان ده 40 متر تمام؟ يبقى انا المسافه بين العمودين هتبقى البي، طب ليه رسمت العمود خطين؟ عشان انا حاطط العمود في الاتجاه ده كده فيبان لي خط هنا ويبان لي خط هنا فكده رسمت العمود خطين بعد ما رسمت العمودين عايز ارسم مين؟ عايز ارسم التراس ارسم التراس ازاي؟ اول حاجه ارسمها في التراس هي اللور الشكل ده عبارة عن حتة أرض عايز أغطيها إيه الأي؟ ده العمود اللي أنا بسمه بس العمود دي الستيل بيبقى أي سيكشن ما بيبقاش مرة فده عبارة عن عمودين وفي بينهم تراس وخدت الاثنين ده قررت كل من 5 ل 8 صاحبته بيسأل لي ليه هنا العمود هنا حطيته فيرتيكال مع ان انا حطيته بالظبط لان انا رسمت الفريم كده يا طارق انا حطيت الفريم كده ليه حطيته كده؟ دايما وابدا الفريم بيتحط في الاتجاه القصير للارض لان لو عملته في الاتجاه ده الطول ده قد ايه؟ 200 متر مش هعمل فريم ازاي 200 متر لا انا هعمله في الاتجاه القصير اللي هو ال 40 وابدا اكرره في الاتجاه الطويل تمام كده؟ طيب بعد ما رسمت العمودين ارسم اللور فورد بتاع التراس طيب اللور فورد بتاع التراس على ارتفاع قد ايه؟ على ارتفاع حاجه اسمها كلير هايت الكلير هايت ده بيبقى جاي من عندك في السؤال هو بيقول لك انا عايز الكلير هايت بتاعي يبقى 6 متر يبقى انا هاجي الارض هنا اطلع 6 متر ويبقى ده اللور فورد بتاعي او الجزء اللي تحت التراس طيب فاضل لي ايه؟ فاضل لي عايز ارسم بقى شكل التراس اللي هو بيبقى عامل كده بعد ما طلعت اللور كورد عايز اعمل ايه؟ عايز اطلع التراس بقى نفسه. اطلعه ازاي؟ عايز احسب المسافه من هنا لحد اعلى نقطه في التراس. المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها اتش. احسبها ازاي الاتش دي؟ الاتش بتساوي البي على 12 ل 16. يعني احسبها ازاي؟ هتاخد البي دي تقسمها مره على 12 وتاخد البي دي تقسمها مره على 16 دي مثلا طلعت لك ب 2 ودي 2.7 تاخد الاتش بكام؟ 2.5 مثلا. الرينج يعني. الرينج، الرينج بين الاتش على 12 والبي بي على 16. تمام، بعد ما طلعت الاتش عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الخط الميل ده. طب الميل عندي اصلا كام؟ الميل عندي 1 ل 5 او 1 ل 10 او 1 ل 20. لا
لو هو مش قايل لك في السؤال اختار اي ميل من الثلاثه. انا مثلا اخترت ميل 21، هحسب فيه ازاي؟ ميل 21 معناه ان كل واحد راسي امشي معاه 20 متر اوفر. تمام؟ طب انا هنا امشي مسافه افقيه قد ايه؟ دي على اليمين. اعرف اجيب الاكس اللي هي المسافه الراسيه دي ولا لا؟ اجيبها ازاي؟ اعمل مقص اطلع المسافه الراسيه. طب بعد ما حسبت المسافه الراسيه دي اوقعها ازاي على الرسم؟ هاجي من عند النقطه دي امشي كيوبيك البي على الاثنين وبعد كده انزل كيوبيك الاكس يبقى انا كده جبت الخط اللي هنا. حد مش فاهم ازاي عمل الخط الميل ده؟ طيب انا الاكس وانا الاتش. الاكس اللي هي المسافه دي اللي انا جبتها. الاتش كابتن دي اللي هي ارتفاع في راس النص. تمام؟ في هنا شرط. ايه الشرط؟ وانا طبعا بشتغل سيمتري صح؟ اه. الاسلوب ده انا بختاره بمزاج يعني مش هو لو هو مش محدد لك خد اي اسلوب في الثلاثه دول. ماشي. طيب في هنا شرط ان انا عايز الارتفاع اللي هنا يبقى 1.25 متر. طب افرض انا بعد ما عملت الحركه دي لقيت ان الارتفاع هنا جاي لي متر بس، نعمل ايه؟ نرجع لها بالراجع. لا يا تختار عميل تاني بس 21 ده اقل من يعني ممكن لو انت رحت 11 اختار 21 بس لو انت رحت 21 اعملها بالراجع ازاي؟ تقوم جاي هنا بدل ما دي كانت متر خليها متر وربع. وبعد كده تقوم ماشي وفوق هنا وطالع من هنا فوق الاكس تطلع الاتش اللي هنا في كده. تطلع اتش هتبقى اكبر من الاتش اللي انت لسه كاسبها من هنا. هو جزء من الاتش دي في النص ولا الاتش على الشمال ولا مفيش ولا واحده منهم جزء. انت في الاول هتحسب الاتش بتاعك. ممكن ابدا من الاول اصلا واحسب الوقت اللي هو بقى دي ابدا من راجع. ليه ما انت ممكن ما تحققش الشرط ده؟ لازم تحقق الشرط. اه. فاحنا الاول هتبدا من عند اتش كابتن. بعد ما تحدد الاتش كابتن تطلع منها بالميل تطلع اتش سمول اللي هي الحته دي. لو اتش سمول اقل من 1.25 خدها ب 1.25 تاخدها ب 1.25 وترجع تطلع الاتش كابتن هتبقى بكام جنيه؟ المفروض تبقى اكتر مش اقل. تمام كده؟ طيب كده رسمت الميل بتاع التراس. فاضل لي مين بعد ما رسمت الميل؟ الفيرت. الفيرتكالز دي اقسمها كل قد ايه؟ اقسمها كل المسافه من 1.5 ل 2 متر. تمام؟ انتو الفيرتكال بتاعت التراس. هنرسم التراس دلوقتي فدي المسافات الراسيه بتاعت التراس. فاضل ايه في التراس بعد كده اخر حاجه؟ الدايجونالز دي اسمها الدايجونالز. طب اشمعنى انا رسمت الدايجونالز دي في الاتجاهات دي ما رسمتش الدايجونالز هنا بالعكس؟ هنا بنقول ان التراس ده لو كان عباره عن كاميرا كان المومنت بتاع الكاميرا هيبقى بالمنظر ده صح؟ فانا دايما عايز اعمل الدايجونالز بتاعي يكون مماس لشكل المومنت بتاعي. فلو هي النص الناحيه دي اخليه في اتجاه المماس ده ولو هي النص الناحيه دي اخليه في اتجاه المماس ده. ليه بعمل الحركه دي؟ عشان انا عايز الدايجونال بتاعي يجي فيه تنشن فورس مش عايز ان الدايجونال يجي عليه كومبريشن فورس. ازاي اعمل الحركه دي؟ ان انا اخليه في مماس للشكل المبني. طب افرض ان انا عندي جالي في الامتحان الفريم بتاعي كان ليفر. احط اتجاه الدايجونال ازاي؟ كده؟ ايوه ولا العكس؟ ايوه احط الدايجونال كده ليه؟ عشان شكل المومنت بتاع الفريم ده شكله عامل كده. فلما اجي هنا الاقي ان المماس للمومنت هو اللي في الاتجاه ده فنعمل الدايجرام في اتجاه المماس. تمام كده؟ فهمنا حته الدايجرام دي؟ طيب
لو الاتش لو جيت في 3 اكتر من 1 فوق 25 خلاص بقى طلع 1 ونص هنا عادي. طيب دلوقتي ده اول فريم عندي. الفريم ده قلنا بيتكرر قلت مش عايز كلام. الفريم ده قلنا بيتكرر الاتجاه الطولي للمصنع. طيب دلوقتي بقى انا عايز اغطي السطح بتاعي. اغطيه بايه؟ هغطيه بصاله. تمام؟ تعالى كده شوف معايا الايه دي قد ايه؟ الايه دي المسافه دي مثلا من 5 ل 8 والحته دي حوالي 20 متر، بقت المسافه دي قد ايه؟ 20 في حوالي 8. هل في صاج ينفع احطه في الحته دي؟ في كم في اصلا برامج خلصانه تعرف تتشال في المساحه دي لوحدها؟ لا. يبقى محتاج اعمل ايه؟ ابتدي اقسم المساحه دي لمساحات صغيره عشان اشيل عليها الصور. هقسمها ازاي؟ ان انا هاجي عند الجوينت بتبقى بتاعت التراس واعمل ممبرز عموديه. الممبرز دي اسمها ايه؟ اسمها بيرنز. القطاع بتاعها بيبقى سي. بيرنز. طيب انا كده رصيتها خلاص. المسافه بين البيرنز قد ايه؟ واحد ونص لاثنين. هل ينفع اجي اعمل واحده هنا؟ ليه ما ينفعش؟ لازم تصل بجوينت. عاوز اعمل مشدات راس، لازم اي لود يجي يبقى محطوط على الجوينت. بس نص هو الواحد ونص لاثنين ده كله المسافه الافقيه ولا المسافه الفرق بينهم مش كبير خالص. الفرق بينهم هتلاقي هتلاقي دي واحد ونص دي موجود في طريق مصر. هم الاثنين يبقوا نفس البنية. تمام كده يبقى عرفنا حطينا البرلين ليه. طيب تعالى كده نكبر الجزء ده كده مع بعض. نكبر الجزء ده مع بعض. عندي اهو تراس وفي فوقيه برلين. البرلين دي ممكن احطها بالمنظر ده وممكن احطها بالمنظر ده. طب البرلين دي بتتركب ازاي اصلا؟ باجي وراها احط هنجل كده صغيره ومسمارها معاها. لما اجي ارص البرلين ارصها شكلها كده ولا شكلها كده؟ اي حاجه ولا اي حاجه؟ حصل مين كده ولا مين حصل؟ خلينا في الميد رينج لحالي. عاملها كده ولا عاملها كده؟ اللي تحت اللي تحت واحد مع اللي تحت؟ كم واحد مع اللي تحت؟ اصلا حاجه اسمها دايما بنعمل السين ناحيه فوق، بصه ناحيه فوق، ليه؟ لو انت بصيت كده البرلين دي عايز يحصل لها ايه؟ عايزه تتزحلق كده لتحت، صح؟ ساعتها المسمار ده اصلا عليه ايه؟ عليه تنشن، المسمار ده مشدود، صح ولا لا؟ لكن هنا البرلين دي لما تيجي عايزه تتزحلق لتحت عامله ايه؟ ثابته على الانجل اللي وراها. والمسمار ده عليه شد؟ لا ما عليهوش شد. يبقى دي المسمار عليها شد لكن دي المسمار ما عليهوش شد. يبقى مين احسن؟ يبقى اكيد المسمار ده احسن. البيرلينز مش احسن. بالظبط. وبعد كده لما اجي في التركيب مين اسهل في التركيب؟ اللي انا اجي احط البيرلينز بس على السين وبعد كده بربطها ولا اجي او ماسكها هنا وافضل ماسكها لحد ما حد يجي يربطها؟ مين احسن؟ اكيد دي احسن في التركيب. فدايما السين بتاعتك تبقى باصه ناحيه فوق. يعني لما تيجي ترسمها الناحية دي ترسمها ازاي؟ انا مش متخيل. بص ناحية فوق. طيب الحتة اللي في النص دي احط عليها برمل ازاي؟ ينفع عادي احط برمل كده؟ ينفع؟ لا. طب نعمل ازاي؟ بالظبط نرسمهم اثنين ونحطهم عكس بعض كده. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز ارسم بقى اللي اوت، عايز ارسم البيرلينز دي، عايز ارسمها في البلاد. اول حاجه قلناها في النص في كام واحده؟ في اثنين. ما انت لازم تيجي مش فاهم ان انا في ايه؟ استنى يا فين على المساحه اللي هي دي؟ مش متخيل منظرها اصلا مش فاهم. منظرها في الحقيقه؟ يعني سي تشانل. ما انا عارف انا عارف سي تشانل بقى منظرها بقى على المساحه نفسه.
يعني انت السبع عندك فرص اهو تقدر اشوف عندك ازاي السي دي هتفرق فيها بعد ما ماشي اللي بتاع على بس دي كده مش هيعلي مستوى هيعلي مستوى عادي يعني ان هو يعلي مستوى الليفل السقف كده اه مش عندك في السي دي عندك هنا
ايه اللي انا عملته ده؟ ده حاجه اسمها هوريزونتال بريسنج. لازمين تقول لي هوريزونتال بريسنج ان انا همسك الفريم ده مع الفريم اللي وراه. طب دلوقتي لما يجي شويه احمال عموديه على التراس ايه اللي يحصل؟ هياخد الفريم اللي بعده ويقع برضه، صح ولا لا؟ فدلوقتي انا ربطتهم مع بعض، بس الفريم ستيل مين اللي شايله؟ الاعمده، صح ولا لا؟ فكده الاثنين هياخدوا بعض ويقعوا. يبقى انا عايز انقل اللود اللي في البريسنج ده على الارض. فجه حد تاني قال لك خلاص احنا نيجي نعمل هنا حاجه اسمها فيرتيكال بريسنج بالمنظر ده. كده انا عملت ايه؟ خدت اللود اللي هيجي عمودي على السطوره هيروح على الهوريزونتال بريسنج، بعد كده هينزل على الفيرتيكال بريسنج، يبقى كده الفريم بتاعي ما شالش منه اي حاجه خالص. تمام كده فهمنا البريسنج ده؟ كده يا راجل الارض دي ميمبر. ايه هي الميمبر؟ ده بتتصمم بالسيف الكلام ده كله بعدين. تمام؟ طيب طبعا انا راسم النص بس، يعني النص الثاني ده دي نفس الهوريزونتال بريسنج ونفس الفيرتيكال بريسنج. الفيرتيكال ما ينفعش تكون بالدور ده؟ لا الفيرتيكال مش بريسنج اصلا. التفاصيل دي بعدين، ما تسألوش على التفاصيل دلوقتي. فاهموا الكونسيبت عشان نشرح كتير. فاهموا الكونسيبت؟ تفاصيل كل ميمبر من دول انت هتعرفه ازاي تحسب الكود عليه، وازاي تصممه، وازاي تركبه، وازاي تسيبه. ده طول السنه هنلبس الكلام ده. انا عايزك تفهم الكونسيبت بس، وانك ترسم اللي انا برسمه بس. تمام؟ طيب البريسنج ده عايز ارسمه. عايز ارسمه في البلان، ارسمه ازاي؟ هاجي هنا في البلان ارسمه كده. طيب في حد ممكن يقول لي طب انا ليه قسمت الاكس بالطريقه دي؟ ما قسمتهاش اكس واحده كبيره كده. ايه اللي يحكمني في الموضوع ده؟ اللي يحكمني الزاويه بتاعت البريسنج. ان انا عايز الزاويه بتاعت البريسنج تبقى من 30 ل 60 درجه. ما تقلش عن 30 درجه وما تزيدش عن 60 درجه. فانا عايز اقسم التقسيمه اللي تعمل لي الزاويه كده. والله لو جت معايا اكس واحده خير وبركه، ما جاتش اعملها كل اثنين بيرنج، او عايز تعملها كل ثلاثه اعملها، عايز تعملها كل اربعه بيرنج. عشان دي ايه؟ احسبها في ايه؟ هي فوق السي، فوق السي ولا فوق السي؟ هو ده التفاصيل تحت السي. دي ليها علاقه بتحليل الكورس، مش انت لو عندك كورس مايله كده لو حللتها بس حاسه حللتها على 45 هتجيب لك المركبه الافقيه قد الراسيه، فمن 30 ل 60 هتبقى الافقيه تقريبا قريبه من الراسيه، لكن لو اكتر من كده هتلاقي مركبه كبيره قوي ومركبه صغيره قوي. غير كده في التركيب لما الزاويه بتقل التركيب بيبقى صعب. مهندس في التنفيذ الاكس بتبقى فوق الايه؟ بتبقى فوق ال نعم فيها؟ لازم السيمتري. ايه؟ لازم السيمتري. لازم في محافظه على السيمتري ولا لا؟ يستحسن يكون النص اللي تحت ده زي النص اللي فوق. طيب في غلطه، في غلطه شهيره بتعملوها دايما في البريسنج، اللي انا بلاقيك مثلا جاي في بلان زي ده عامل بريسنج كده كده. ايه الغلطه في الرسمه دي؟ عامله كده بالظبط. ان انا دلوقتي النص عندي التراس عندي عامل كده، ازاي هعدي بريسنج من المنبر ده توديه هنا؟ فانا لازم في الاول النص ده ما ينفعش اشوف فيه اي بريسنج. تمام كده؟ طيب احط البريسنج في انهي باكيه؟ قبل ما فوق خالص. باكيتين باكيتين قبل ما فوق خالص. زي كده زي اللي انا سويته. صح. دي كانت وضعها. طيب احط البريسنج احط البريسنج بتاعي فين؟ في اول باكيه ولا في اخر باكيه ولا في كل الباكيات؟ كله. انا لما يجي لي ويند من الناحيه دي خلاص حطيت له بريسنج هيشيله. طب لما يجي لي وينج من الناحيه الثانيه احتاج احط له بريسنج من الناحيه الثانيه عشان يشيله. طيب جوه المصنع في في وينج اصلا؟ مفيش وينج. بس لو المسافه بين البريسنج دي كبرت قوي هحتاج احط بريسنج في النص. طب كبرت قد ايه؟ مش عايز المسافه دي تزيد عن 30 متر.
او 25 متر يبقى الارض 30. طب لو المسافه دي زادت عن 30 احط واحد في النص فاجي هنا في نص البلان بتاعي احط البيسنج سيكشن ما كانش باكيه زي كده. لو انا عندي مش خمسه في النص كانوا سته مثلا حطها في اي واحده من اللي في النص ما تحطش في الاثنين حطها في واحده بس. لما يبقى عندك باكيتين في النص حط في واحده منهم ما تحطش في الثانيه. من فين لفين؟ ايه؟ من وش من هنا لوش ده. من وش فريسي من وش فريسي. تمام؟ طب افرض طول المصنع عندي كان اكبر شويه فلما حطيت واحد في النص جيت اقيس المسافه دي لقيتها برضه اكبر من 30 هعمل ايه؟ هقطع في النص برضه. تمام كده؟ يبقى المسافات بين اي اثنين بريسنج ما تزيدش عن 30. طيب انا كده رسمت الهوريزونتال بريسنج. ازاي افهم اللي باصص على اللوحه ان في هنا فيرتيكال بريسنج؟ اقوم جاي هنا كده وعامل له داش لاين. معناه ايه الداش لاين ده؟ معناه ان الباكيه دي فيها فيرتيكال بريسنج. طيب الغلطه اللي انتوا بتعملوها انت بتاخد الداش لاين ده من اول لاخر المصنع ده معناه ايه؟ معناه ان كلها مليانه بريسنج. هل احنا عاملين كلها مليانه بريسنج؟ لا احنا حاطينه في اول باكيه بس. هيعرف شكله مش هيعرف هنرسم له فيو تاني في البريسنج. تمام؟ باشمهندس والبريسنج الرأس ده بيبقى يعني بقى ليه ليميت معين ولا بيتاخد على طول كله عادي؟ هنتكلم عن البريسنج دلوقتي خلاص. تمام؟ بعد ما رسمت ده هنيجي دلوقتي على البيو اللي انتوا عمالين تسالوا عليه البيو بتاع الفيرتيكال بريسنج اللي هو انا باصص ازاي؟ باصص على جنب المصنع ده وباصص على البلان ازاي؟ باصص من تحت على جنب المصنع. تمام؟ لما ابص في الاتجاه ده اشوف ايه؟ اشوف عمود بيتكرر كل من 5 ل 8. لو انت بترسم ممكن تيجي على البلان بتاعك ده تيجي تحت كل عمود وتاخد خط راس كده. لو الكلير هايت بتاعي بتاع العمود اكبر من 6 متر
محتاج احط ميمبر تاني في نص العمود. فلو الكلير اي ده اكبر من 6 بيت هاجي هنا في نص العمود اعمل كمان ميمبر اوبكي وميمبر اوبكي. الثلاثه دول اسمهم استراكت. الميمبر اوبكي ده اسمه استراكت. فلو الكلير اي اكبر من 6 بيت انا محتاج احط استراكت في نص العمود. تمام؟ يبقى انا ممكن كمان في التقسيمه بتاعتي اخلي البليسنج بتاعي شكله عامل كده. ايه اللي يحددني استخدم دي او دي؟ الزاويه بتاعتي. تمام؟ طيب احط فين بليسنج تاني؟ حطيته هنا وفي اللي فيها بليسنج وفي اللي فيها بليسنج التالت. الشكل هنا ممكن يبقى معمول برضه كده واجي تحت ممكن الشكل بتاعي يبقى شكله عامل كده. برضه ايه اللي حددت الشكل؟ الزاويه. طبعا انت مش هتعمل ثلاثه نفس السؤال، انت هتعمل واحده بس وهي اللي بتتكرر، اعمل اي شكل من الثلاثه بس هو اللي هتستخدمه في الثلاث اماكن، ما تقعدش تغير الشكل. سيبها كام يا احمد؟ سيبها كام؟ قلنا من 30 ل 60 اي رقم عادي. والخط اللي عملته زي ده اسمه استراد ممبر هتعرف تفصيله بعدين. هتحطه في نص العمود لو ارتفاعه اكثر من 6 متر. المفروض اقسمه بقى من انا بقول لك ممكن تعمل الشكل ده ممكن تعمل الشكل ده وممكن تعمل الشكل ده على حسب ويثبت الزاويه بتاعتك. شوف بس الزوايا الشيء غلط مش شيء ما فيش اي حاجه ما فيش فرق بين الثلاثه غير الزاويه. شوف الشكل اللي هيحقق لك الزاويه بتاعتك لان انت ممكن واحد يبقى الارض ده قليل والارتفاع كبير، واحد الارتفاع صغير والعرض كبير، يبقى انت غير الشكل على حسب الابعاد بتاعتك. من 30 ل 60 نفس الخطه اللي اه. طيب بعد ما خلصت عايز اللي يبص على اللوحه يعرف ان في هنا هوريزونتال بريسنج، بيعرف ازاي؟ يجي هنا يلاقي برضه خطوط داش فوق الباكيات اللي فيها بريسنج، كده معناها ايه؟ في الباكه دي هوريزونتال بريسنج. حتى لحد دلوقتي كده مش فاضي احنا بنتكلم في ايه؟ حد تاني؟ هو البريسنج هتحطه في باكيه وبعد كده سكه اثنين وبعد كده هتحطه في بطه سكه اثنين على اساس ايه؟ احنا الاول حطينا في اول باكيه وفي اخر باكيه. وبعدين قلنا المسافه بينهم ما ينفعش تزيد عن 30 متر. فحطينا واحد في النص. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ موضوع الزوايا ده مش مهندس كده هوريزونتال بريسنج اي بريسنج اي بريسنج يقابلك في الطريقه اللي هي الاكس دي انا كده عديت على الاستراد عادي وقطعت عادي مش مشكله هتعرف تحصلها بعد مين عايز يسال؟ بص هو الخط اللي في النص ده لو الكلير اي بتاعي زاد عن 6 متر حد عنده سؤال تاني؟ لا احنا لما بنيجي نرسم في الاستيل بنرسم دايما عند اكس. انا دلوقتي برسم عند الاكس ده يبقى مش هشوف اي حاجه ورا الاكس. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ لازم في النص ما ينفعش اربعه بيت مش لازم قوي بس انت استحسن اعمله في النص. الحاجات دي شويه بنسى في الديزاين او حاجه. تحط في النص. سؤال تاني؟ نخش في الستيب اللي بعد كده. ولكم الاستواء الزيادة اشكال من الجمهور الاستوائية اللي انا عايزها من ان شاء الله. طيب انا رسمت كده اثنين فيو فاضل لي ارسم مين؟ الفيو الثالث احنا اوريدي راسمينه بس انت اكيد مش هترسمه بس مش هترسمه 3 دي بالمنظر ده. طب ارسمه ازاي الفيو ده بقى؟ ازاي نرسم لحد دلوقتي لحد المنظر اللي قدامي ده. طيب بعد ما ارسم المنظر ده اعمل ايه؟ احط الصاج بتاعي فوق هنا وبعد كده ارسم الجيرني ادفانس في النص هنا تمام. الجيرني انا بعدها قد ايه او الارتفاع قد ايه؟ خد ان دي مثلا يو بي ان 160 او 180 180 مللي او 160 مللي فتعرف تجيب الارتفاع ده قد ايه. طيب انا كده عملت ايه؟ غطيت السطح بتاعي.
طيب جنب المصنع اللي هنا بقى هغطيه ولا هسيبه مفتوح؟ محتاج اغطيه. طيب من المنظر عامل ازاي؟ كان عندي عمود هنا كده، كان المنظر عامل كده. طب هعرف احط صرف في المساحه دي كلها؟ لا، يبقى محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقسم بجمات صغيره. فهاجي هنا بنفس الفكره اللي انا لسه عاملها على السطح وعاملها تحت هنا عشان اقفل الصرف ده. طب البيج دي شكلها عامل ازاي؟ مكمله برضه الاول للاخر. البيج ستراكس بس مش هتحط بالعكس. ايه؟ حط الشاسي حط بالعكس احسن عشان زي ما حضرتك قلت عشان ما تقعش. انت لو حطيتها لتحت ايوه هتبقى الانجل من فوق. اه فالعكس هتبقى باصه لفوق عشان تبقى ثابته على الانجل تحتيه. تمام. تمام؟ طيب عارف انتوا عايزين تسالوا؟ احنا مش لسه من دقيقتين كنا راسمين هنا بريسنج؟ طب ازاي هنرسم ده واحنا اصلا لسه كنا حاطين بريسنج؟ لو انت بصيت العمود شكله عامل كده. تمام؟ البرلين دي او الممبر اللي انا حطيته ده حطيته فين؟ بره العمود صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي مكاني في الحته دي. طب البريسنج كان مكانه فين؟ البريسنج كان مكانه جوه العمود. فمفيش تعارض بينهم. الفيو اللي كان في نص العمود والفيو اللي هنا ده بره العمود. حلو كده؟ طيب الممبرز دي اسمها ايه؟ اسمها سايد فيوز. ابعادها ايه؟ هي نفس الابعاد اللي فوق بالظبط. تمام كده؟ يبقى انا رسمت سايد فيوز. سي بصل. سي بصل. دي سي بصل. نفس البيرنج بالظبط بس نفس بصل. طيب الجزء اللي تحت المصنع فاضي عشان احنا عندي هنا. هتسيب المصنع فاضي كله؟ طيب الجزء اللي تحت في المصنع مش هينفع اقفله صور. ليه مش هينفع اقفله صور؟ لان الصاج ده 0.7 مللي حاجه اقل من مللي، يعني ممكن اي حد في المتوسط بتاع صاج يعرف يقطعه. فانا اكيد مش هعمل في المصنع كده. امال بنعمل ايه؟ بنيجي في اول الثلاثه دي اللي تحت ونعملهم طول. حلو كده؟ اول ثلاثه متر تحت نعملهم طول. وبعد كده الحته الصغيره دي نعمل فيها شبان. طيب ده المنظر بتاعي كده. باشمهندس عندي سؤال، هو مش ممكن يكون يتقفل طول اصلا من الجنب؟ انا شفت من فعلا من مكان برضه في ناس ممكن يقفلوا طول من الاول للاخر، بس دي عايزه تتقفل. يعملوا غير ستيل وخرسانه مثلا او ولا ستيل وكده، في ناس كتير بتعمل كده. كله متاح، هنا في الكليه انها اول 3 متر طول وشويه صغر. في الشغل بره ممكن تعملها كلها طول عادي جدا. بس كلها طول بتحتاج تبص جيم وتحتاج حاجه زياده. باشمهندس انا لو حطيت الحته كلها طول مش لو جه مثلا فورس كده في الاتجاه العمودي على السبوره، يعني مش محتاج اني اوصله في حاجه، يعني هو هيسند على الطوب صح؟ فريق. لا هيفرد المالك بتاع المصنع دلوقتي حب يشيل الطوب ده اي سبب، حب يعمل فتحه في الحته دي، فتقول له لا معلش العمود هيقع، فاهم؟ صح؟ طيب دلوقتي الطوب ده ما بتعملوش خالص. طيب عايز صوت الحته الطوب معلش اللي هي الجزء اللي هي عقارات هنا دي واحده فوق، دي واحده افقيه وفي واحده على الكراس ماليه جنبيها. السبيسنج برضه السبيسنج دي بتاعت السايد جير هي نفس السبيسنج من واحده ونص ل 2 مللي. بس حطينا الحته الطوب، الحته الطوب احنا عارفين في الخرسانه سمك الحته الطوب قد ايه؟ لما تبقى خارجيه 25. وانا في الاول خالص قلت لكم ان ابعاد الاي دي قد ايه؟ ما قلتلكمش ابعاد الاي صح؟ الابعاد الاي سيكشن دي هناخد ابعادها ان هي اي دي 500، فيبقى البتاع ده 500 والعرض ده 200 مللي، فالارتفاع 500 مللي والعرض 200 مللي. فلما تيجي ترسم رسمه زي دي الحيطه
250 مللي والاي 500 مللي يبقى الحته الضيقه قد ايه؟ حتى لو انت مش راسمها بالظبط يبقى النص العمود الاستيلي تمام؟ فدايما بنشوف في الامتحان ان انت راسم لي العمود قد كده وراسم لي الحته قد كده. واحنا مش عارفين السبب لحد دلوقتي انتوا بتعملوا ليه كده. بس دايما بتعملوا كده. فدايما لما تيجي ترسم الحيطه تبقى نص العمود مش العكس. في ناس بيعملوا كده. صح. بس انت هنا هتعملها بره بقى. انت هنا بره الحيطه بره العمود. وبعد كده بعمل هنا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مين سيستم. المين سيستم ده موجود فين في المصنع؟ موجود من اول الاكس اللي هنا لحد الاكس اللي هنا. تمام؟ تمام كده؟ تمام خالص. فاضل لي ليه ما رسمتوش؟ الفريم اللي على اول المصنع ده هو انا هسيب المصنع مفتوح؟ مش لازم اجي على اول المصنع اول فريم في المصنع واقتله؟ يبقى انا دلوقتي ارسم. يعني انت لما تيجي ترسم هترسم وهتسميه مين سيستم وخلاص على كده. وبعد كده تعمل ايه؟ الاول قبل ما نقفل ده انا عايز ابين اماكن البريسنج على الفيو ده ابينه ازاي؟ اعمل داش هنا ده يبين لي الهوريزونتال بريسنج واعمل داش هنا ده يبين لي الفيرتيكال بريسنج. تمام؟ فانت لما ترسم هترسم الفيو ده وتسميه مين سيستم. بعد كده هترسم فيو تاني اسمه اند جيبل فيو ده اللي احنا هنرسمه دلوقتي بس انا هرسمه عليه على طول. ايه اللي اند جيبل فيو ده بقى؟ هو هنعمل داش بس على كله ولا على البريسنج بس؟ ايه؟ هنعمل داش على كله ولا على الفيوم بريسنج بس؟ انت هنا لو قلت لك بريسنج على الكام؟ لا ما هنا احنا راسمينه قصدك على الداش ده؟ اه عشان الفيرتيكال بريسنج موجود هنا بس. وهنا انا عبرت عنه بالخط ده اللي فوق ده الهوريزونتال. الهوريزونتال ماشي من اول الفريم لحد اخر او من اول التراس لحد اخر. ماشي من اول التراس لحد اخر. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى انا دلوقتي عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الاند جيبل اللي هو في اخر المصنع. عايز اعمل ايه في اخر المصنع؟ عايز اجي في الجزء اللي تحت اقفله برضه بطوب والجزء اللي فوق اقفله بصاج. حلو كده؟ المساحه دي كبيره ولا صغيره؟ محتاج اعمل لها ايه؟ محتاج اقسمها. اقسمها ازاي؟ نفس الفكره بالظبط. هاجي مع كل سايد ديرت انا رسمتها او معامل الخط ممكن كده. الخط ده بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن حاجه اسمها ان جير. تمام؟ عملتها عشان اقسم بنفس الكونسيبت بالظبط. طب الان جير دي زبالها بقى قد ايه؟ 40 متر كبير جدا وانا عامل منبر صغير فانا محتاج اعمل له ايه؟ احط له سبورت. ايه السبورت بتاعي؟ اعملها. فانا محتاج احط اعملها عشان اشيل عليها الكلام ده. فهاجي هنا احط عمود مثلا هنا وعمود هنا وعمود هنا. العمود ده اسمه ايه؟ العمود ده اسمه ايه؟ ايبل جول. يبقى انا حطيت العمود ده. طيب ايه اللي يحكمني في التعميله دي؟ احط عمود واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ اللي يحكمني المسافات بين الاعمده. المسافات بين الاعمده من 5 ل 8 متر. تمام كده؟ طيب ينفع العمود ده احطه في المنبر هنا؟ لا لازم يجي فين؟ يجي عند الجوينت. لحد دلوقتي الدنيا واضحه؟ طيب عايزين نركز مع بعض في الحته اللي جايه دي عشان الحته اللي جايه دي مهمه جدا. مهندس الاند جيرت ده المنبر اللي هو فوق اللي انا حطيته عشان اشيل عليه الصاج. والاند جيب الكولوم دي الاعمده اللي انا عملتها عشان تشيل الاند جيب. يعني بطلت
بره بس اه دي على قبل المصنع بس باشمهندس ده كانت ال يو في ان ميكس اه كل الميمبرز اللي هي ليزي جيرلز والسايد جيرلز والجورنتس كلها يو بي ان اس فنوع يعني يو بي ان دي اللي هي سي تشارج مش مهندس فوق هنا؟ لا ما هو ده العمود اللي احنا كنا رسمينه هنا بس دي كانت 3 دي فانا عايز اقول دي فعملت خط داش عشان اقول له ان في الهيئه دي يعني في برد معناه ان هو اللي اه معناه ان في برد في البريسنج ايه؟ ليش في يعني عشان تشيل الصفر تفاصيل الحته دي هتبقى تفاصيل بعدين سيبني واحدة فوق عشان تصدق اللي طالع ده يقف على كده مش اسمه ايه ايه الصوره دي مثلا هنا بره هنا وفوق وفوق يعني الخط بتاع الصفر اهو هنا وفوق يعني اظبطها في الجوين والمسافات بينهم ما تزيدش عن 8 متر وما تقلش عن 5 متر قلتها بقى ممكن تبقى 4 5 ونص 6 7 ونص المهم تبقى في الجوين والمسافات بتتحسب وسيب لي انت عايز تسال حاجه تاني؟ حد عنده سؤال طيب؟ مركز بقى في الحته اللي جايه دي احنا قلنا ان البريسنج ده كله احنا كنا عملناه ليه؟ البريسنج اللي مطلوب منه عشان لما ويند تيجي عمودي على الراس السيستم بتاعي يقدر يشيله صح كده؟ طيب تعال نشوف الويند لما يجي عمودي هيجي ازاي؟ اول حاجه الويند لما هيجي في الوش كده اول حاجه هيخبط فيها هي ايه؟ الصاب وبعد كده هيروح على مين؟ الصاب يتشال على مين؟ على الاند جيرد طب والاند جيرد تودي اللود بتاعها على مين؟ على العواميد بعد ما تروح على العمود العمود يودي اللود بتاعه فين؟ العمود ده مش ليه سبورت تحت وليه سبورت اللي هو كراس يعمل ايه لما اللود يجي له؟ يودي نص اللود على الفاونديشن تحت والنص اللود يوديه فين؟ على التراس فوق طب بعد ما توصل فوق المفروض تروح على مين؟ هي دلوقتي جايه فين؟ جايه في النقطه دي في حاجه تمنع التراس يتحرك بره وجوه في النقطه دي؟ لا المفروض هيجي شويه مومنت عشان هي تطلع لحد فوق صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي الفورس اللي كانت جايه عندي اللي في الاخر وصلت على العمود جه نصها تحت لود تحت والنص الثاني مع لود جاي على النقطه دي صح كده؟ بقى انا عندي فورس جايه في النقطه دي وبعدين النقطه دي عايزه تطلع على الدريسنج فوق على ما تطلع من الحته دي للحته دي تعمل ايه في التراس؟ تجيب عليه فورس في الاتجاه الضعيف بتاعه صح؟ هل انا عايز كده يحصل؟ لا طب انا عايز ايه؟ عايز انقل الفورس دي من النقطه دي اطلعها من النقطه اللي فوق وما اجيبش حاجه على التراس طب نعمل ايه؟ هنيجي كده Thank you.
ده ترس اهو وده ترس اللي وراه تمام. بس انا ايه رسمت النص اللي على الشمال ده بس تمام. رسمت ترس اهو وترس وراه ب 8 متر. انا دلوقتي عندي فوق في الترس كان عندي هنا هوريزونتال بيس صح كده، والفورس اللي جايه لي كانت جايه من النقطه اللي تحت دي. وانا عايز اعمل ايه؟ عايز انقل الفورس اللي تحت للنقطه اللي فوق. الممبر ده بس ده رائع. تخيل الالم ده كده وانا جيت حطيت له فورس كده هيطلع كبير جدا هتشيل تمام. فاحنا هنعمل له سيستم عشان ينقل الفورس. ايه السيستم ده؟ ان انا هاجي عند الحته دي واعمل ممبر كده وممبر كده تمام بكامل طول المصنع، وبعد كده اجي على الباكيه اللي فيها بريسنج او مقفل فيه زي تراس كده. يبقى انا اكني عملت تراس عند الحته دي بس بالطول جوه، فلما الفورس تيجي هنا تتنقل عن طريق التراس ده تطلع على الهوريزونتال بريسنج تمام. يبقى مكان التراس ده انا حطيته فين؟ مكان التراس لما اجي احطه هنا هنا في تراس الدراس العمودي ده احطه فين؟ مع كل عمود صح كده؟ يعني اجي مع كل عمود هنا احط واحد زي ده. اشمعنى مع كل عمود؟ عشان انا كل عمود من ثلاث اجزاء دول هيجيب لي فورس من دي وانا عايز اطلعها فوق. طيب اللي انا رسمته ده اسمه ايه؟ اسمه لونجيتيودينال بريسنج. طيب انا عندي مكان لونجيتيودينال بريسنج في الاماكن اللي فيها عمود انديكيتور. يبقى كده نراجع بقى مع بعض تاني عشان السؤال ده ساعات بيجي في الامتحان بيقول لك ازاي الوينج العموديه على الفريم، ايه السيستم اللي بيشيله او بتتنقل على الارض ازاي؟ نقول كده مع بعض. اول حاجه الوينج اللي بتيجي على مين؟ على الصاج. على الصاج الاول، بعد الصاج قبل العمود الانديكيتور، بعد الانديكيتور بتروح على مين؟ على العمود. اول لما توصل لعمود الاند جيت ايه اللي يحصل لها؟ نصها ينزل على الفاونديشن ونصها يطلع على التراس. بعد ما يطلع على التراس يروح لمين؟ لونجيتيودينال بريسنج. يروح باللونجيتيودينال بريسنج يروح بيه على مين؟ على الهوريزونتال بريسنج. وبعد الهوريزونتال بريسنج يروح على اللونجيتيودينال بريسنج على الفيرتيكال بريسنج. تاني قلنا بيروح على الصاج، بعديها الانتجر، بعديها الانتجر الفول، بعديها نصها على الارض ونصها بيطلع هنا. النص اللي هنا بيروح فين؟ على اللونجيتيودينال بريسنج. ومنه ابقى نقلت الفورس على الهوريزونتال بريسنج، ومن الهوريزونتال بريسنج على الفيرتيكال بريسنج نزل على الارض. ده الويند العمودي فقط. الويند اللي جاي في اتجاه الفريم. الويند اللي جاي في اتجاه الفريم. الفريم يقدر يشيل عالي جدا. هيروح للصاق وبعد كده السايد جيت، بعد كده عمود البيت سيستم. البيت سيستم هيشيله عادي. اه بالظبط كده. الحته دي مش مفهومه؟ الحته بتاعت الجودن بريسنج دي مش مفهومه؟ طيب هو اللي هيجي عند النقطه برضه اللي هي في نص النقطه دي هيقول لك نص هيديني السبورت ده نص اللي هو فين؟ لا اللي هيجي كده لا انت هتروح من السايد جير هتروح للعمدان العمود بعدين يستر بيك الدور خلاص بقى العمود تبديل اصلا الفورس بقت على فين تمام. طيب عايزين نحط اماكن الفيتونال بريسنج. قلنا الاول في الاليفيجن هحطها مكان اعملي ليت جير. طب لما اجي ابص في البلان احط فين؟ احط فين عمليه الليت جير؟ اولا عمود الانتجاب لما اجي ارسمه ارسم اتجاهه كده ولا اتجاهه كده؟ على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين ولا على الشمال؟ ليه على الشمال؟ بالظبط. انا الكورس عندي جاي في اتجاه السبورت فعمال المومنت شكله لجوه، فاحط العمود ازاي؟ يبقى عمودي على الفريم بتاعي، عمود الانتجاب عمودي على الفريم، فلما اجي هنا او رسم عمودي على الفريم. ويبقى مع كل عمود اند جيبل عنده طول بروتكت. الطول دي بتمثل ايه؟ انا بريسنج
longitudinal bracing. دول برضه مش مهندس يعني بيكرروا كل 30 متر مع كل بريسنج. البريسنج دايما اي باقي فيها بريسنج بنحط البريسنج كله. طيب في حته صغيره عايزين نفهمها برضه. انا دلوقتي اخترت مكان العمود هنا. لو واحد زميلنا اختار مكان العمود هنا مثلا، تعالى كده نحط العمود ده في البلان. العمود ده بقى مكانه هنا صح؟ طيب احنا لسه قايلين ان العمود ده بيجي فورس شوف هيعمل ازاي. عمودية على التراس، وبعد كده دخلت الفورس دي نقلتها فوق على البريسنج هنا، بعد كده الفورس دي جت لي هنا صح؟ طب الفورس دي لما تجيلي هنا هي كده راحت على الهورزونتال بريسنج؟ لا، امال ايه اللي هيحصل لها؟ هتقوم عامله مومنت على التراس لحد ما توصل للهورزونتال بريسنج. طب انا عايز يحصل كده؟ لا، فيبقى وانا بختار عمليه الاند كيبل اراعي ان مكان عمود الاند كيبل يبقى موجود في طلاقي هورزونتال بريسنج. لان انا لو ما عملتش كده هجيب مومنت على التراس بتاعي. مفهوم الحته دي؟ طب ليه الفرصه ما تتقلش ميل كده؟ باللينك منه ولا لا؟ انا ايه؟ يعني عمليه منه ولا ميل ولا مش خالص؟ لا هي عمليه عليه ازاي؟ هو عمليه يعني انت منبر عامل كده وانت عندك فرصه عامل كده هو كده ازاي؟ عمودية على الفريم، الفريم شكله عامل كده وانت بتزقه في الاتجاه ده، هو ضعيف في الاتجاه ده مش هيشوف اي حاجة. تمام؟ هو الفريم ده المين سيستم اللي هو في النص ده ما فيهوش اي بريزنج في الجو عشان طب ما ده ممكن يجيبه اكس اكس كمان. انت لو لاحظت احنا هنا شايف الاسترابطات دي لازمتها ايه؟ ان هي رابطة كل الفريمات مع بعض. تبقى سيشنز تانية بس هي معمولة عشان تربطهم مع بعض، انت هتصممها ان هي رابطة للفريمز كلها مع بعض. حد مش فاهم الشكل اللي احنا رسمناه فوق ده؟
بتاعي الجديد ده انا دريسي اللي هو دريسي اللي انا لسه ماسكه كويس. بعد ما خلصت هاجي هنا اللي انا برسمه ده انديكيشن ان الباكيه دي فيها طول. طيب انا ممكن اسيب المنظر قدامي بالمنظر ده او لو انا عايز اعمل جيت للمصنع او بوابه كبيره شويه انسح دي كده واخلي الحته دي اللي بوابه تطلع للمصنع. تمام تمام كده. حد دلوقتي عنده مشكله في الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب بعد ما نخلص نعمل ايه؟ نيجي بقى هنا نحط اجساد. الاجساد اللي هنا مع كل عمود فيبقى عندي هنا خمس اجساد واجساد بالطول اللي هنا. حاول تخلي الاجساد اللي هنا اي بي سي والاجساد اللي بطول المصنع 1 2 3 لان الاجساد دي هتلاقيها اكبر كعدد. تمام؟ فامشي هنا 1 2 3 وامشي هنا بالحروف. بعد ما تعمل الاجساد بتاعتك هتكتب المسافات بينهم قد ايه الدايمنشن بتاعتك وبعد كده تيجي هنا على الفيو ده تكتب عليه فيرتيكال بليسنج اكسس. الفيرتيكال بليسنج اللي انا بقول عليه عندي اكسس عند الاكس اللي تحت هنا وعند الاكس اللي فوق هنا. فتقول فيرتيكال بليسنج عند الاكس اللي تحت والاكس اللي فوق. طيب المين سيستم كان موجود فين؟ المين سيستم هكون موجود من اكس 2 لاكس مثلا 7 اللي هو الاكس اللي هنا. طب الشكل اللي انا رسمه قدامنا ده هو اسمه ايه؟ الاند جيبل فريم. الاند جيبل فريم ده موجود عند اكس كام؟ عند اكس 1 وعند اخر اكس خالص اللي هو مثلا 8. واللي فوق ده اسمه ايه؟ الديفيدر البريسي. طبعا انت هترسم بقى اثنين فيبقى ده عند اكس كذا وده عند اكس كذا. تمام كده؟ في اي حاجه مش مفهومه في اللي احنا قلناه؟ علي صوتك خالص. ثواني. تبقى من 30 ل 60 اي حاجه من 30 ل 60. طيب اخر حاجه اقولها احنا خلاص كده عرفنا اللي هي اوت. عايزين نعرف كل ممبر نوعه ايه. احنا قلنا البيرن والسايد كيرف والاند كيرف كلهم عباره عن سيت شانل اللي هي اسمها يو اي. بس قلنا الثلاث حاجات دول عباره عن سيت شانل. طيب بعد كده عمدان الفريم قلنا عباره عن اي بي اي. طب التراس نفسه ايه؟ التراس نفسه احنا راسمينه عباره عن خطوط بس هو بيتعمل ايه؟ دائما دايما في التراس بناخد اللور كورد عباره عن دبل انجل والدبل انجل بيبقى شكلهم كده يعني لتحت. الابر كورد اللي هو ده اسمه ابر كورد وده اسمه لور كورد. الابر كورد بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى عباره عن برضه دبل انجل بس اتجاهه كده. حد يقدر يفصل ليه المنظر ده؟ مش معنى دول كده دول كده؟ احنا قلنا ان في فوق التراس في مين؟ سي في السي. فانا دلوقتي المنظر ده اعرف احط فيه السي عادي. اعرف اقعد السي عليه لكن لو عملته العكس مش هعرف اعمل كونكشن بين التراس وبين السي. فيبقى الابر بورد دايما اتجاهه كده. طب الفيرتيكال او الدايجونال الاثنين بناخد قطعاتهم سنجل انجل. ولو سنجل انجل بيصير ساعتها بنخليه دبل انجل. تمام كده؟ طيب البليسنج سواء كان هورزونتال او فيرتيكال بناخد القطاعات بتاعته كلها يا اما سنجل انجل يا اما دبل انجل. فاضل لي اخر حاجه هي كل القطاعات بتاعت البريسنج يا اما سنجل انجل يا اما دبل انجل. تمام؟ فاضل لي القطاعات بتاعت الاستراتس دي يا اما بنعملها حاجه اسمها سبار شيب بالمنظر ده هتاخده التصميم بتاعها قريب هما بيبقوا اتنين ممبر بالمنظر ده كده. تمام؟ اسمها سبار شيب يا اما بيبقى تيوب يا اما بايب. ده الاستراتات. الاسترات اللي هو ماشي بين البريسنج ده اسمه استرات. الثلاثه دول اسمهم استرات والاثنين دول اسمهم استرات. تمام؟
قطعه بيبقى ايه؟ بيبقى اما ستار شيب يا اما بايب يا اما بوكس ستار شيب. حد عنده اي سؤال تاني؟ علي صوتك شويه. قطاع تقسيم اللي هو ايه؟ بيرلينز اللي بتبقى على السطح، اللي في الجنب بيبقى اسمها سايد كيرف، اللي في الوش بيبقى اسمها انت كيرف. حد عنده اي سؤال تاني؟ بس اللي هي دي بتربط بين السيستمز كلها.